السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش خباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ كل شي لاباس، نتمنى تكونوا بخير من بعد ما العيد الكبير ومن بعد شوية الشغل. والإنسان كيكون نهار الأول نهار الثاني في شوية ديال الشغل والتعب، إوا الله يجعله مقبول عند الله. اليوم قلنا غادي نديرو اللحم المحمر. أنا فايتة حطيت اللحم المحمر، ولكن دابا بطريقة اخرى. هنايا خدينا اللحم المبخر، خدينا الضلعه، هنايا درت جوج بصلات، ثلاثه دروس ديال الثومه، العطريه تحميره، سكينجبير، الابزار، الخرقوم، شويه الكمون، السمن، وكاس ديال الزيت. على العطريه كيف كتشوفوا هنايا، خاص على حسب اللحم اللي كاين. قد ما كثرنا انسان كثر اللحم، قد ما كتزاد العطريه، كنزيدوا البصله، كنزيدوا كل شيء. واحد شويه ديال الملحه نسيناها، ودابا غادي نحاولوا باش غادي نصوبوا اللحم ديالنا. هو الاول غادي نشرملوه، غادي نديرو شويه ديال البزار، خرقوم، سكينجبير، تحميره، الملحه، كمون، وغنخليو هادشي الاخر حتى نديروه في الطنجره. شويه ديال السمن، حيت قد ما شرملنا اللحم هو الاول، قد ما كيجي بنين وكيشرب العطريه ديالو. غادي ندير واحد شويه الماء، نحاولوا نجانسو هاد العطريه مع بعضياتها. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه، راها كتجي زويونه غزاله، حيت هاد الطريقه طريقه فاسيه 100%. بسم الله، نحاولوا ندخلوا العطريه في اللحم. كاين اللي كيدير الكتف محمر، انا دائما كندير الضلوع، كيجيو زويونين. نبقاو تنكملو اللحم ديالنا كله، ونخليوه على جانب واحد ساعة ولا ساعة المقالة، قد ما خدا الشرمولة ديالو قد ما مزيان. دابا غادي نديرو البصلة مشلضة، انا شلطت الاولى، نشلط الثانية حداكم باش ما بغيتش نديرها طويلة. تقطع شوية غليظ، ماشي رقيقة بزاف، باش ما تدوبش لينا وسط من اللحم. تقطع عشوائي عادي، معنى ما كنوجدو حنايا البصله ونوجدو داكشي اللي خاص كله
مع التومة مع هذا، يمكن كل لحم كيشرب ديك العطرية. انا فاش كنكون نصوب المحمر كنتفكر الوالده الله يعطيها صحيحتها، هي اللي علمتنا حتى هي كيفاش الطريقه ديال المحمر كيجي. كنا صغار ونوقفوا حداها نبقاو نشوفوها كيفاش كيفاش كتصوب حتى هي وكيفاش تحضر لينا هذوك الاطباق كلهم. الثومه قطعتها حتى هي بسم الله. من بعد ما كملنا البصله كلها اللي قطعنا، غادي ناخذ الطنجره ديالنا غادي ندير فيها الزيت، داك الكاس ديال الزيت كله، ما كثرش الزيت حيت كتعرفوا اللحم الغنمي كيكون فيه غير شويه ديال لاكريس. وغادي ندير البصله والثومه ونديرهم فوق العافيه وانا معكم. دابا درنا البصله، من بعد ما درنا البصله داكشي ديال الثومه مع الزيت شحر شويه غير دبل شويه البصيله تشد راسها مع الزيت. ندير السمن العطريه اللي بقات لينا قبيله، شوية الماء دابا عاد غادي نحطو اللحم غادي نخليوه نبا نبا غادي نبداو نقلبوه نخليوه باش يشرب داك البصله مع العطريه مع الزيت ونرجعوا لكم. نحاول الحم لان هنا كيتشحر
باش تشوفوا الاوكح دغيا شويه قطيره الماء باش عاوتاني بقى يتشحر في المرقه ديالو مع السمن مع العطريه. ونخليوه عاوتاني حتى يتشحر مزيان. من بعد ما خليناه كله تشحر في ديك المريقه وسميتو والعطريه والسمن شتي، وانا بقيت كنقلب فيه نوبه نوبه باش ما نطولش عليكم. دابا غنحاولوا نزيد واحد شويه ديال الماء طايب باش نخليوه فين يطيب. دابا على حسب المقدره ديال اللحم اللي كاين اللي كيبان لي عندكم غادي تديروا باش يطيب. نوبه نوبه، الواحد يدير اللحم اللي لتحت يطلعوا عاوتاني الفوق، والاخر باش كل شيء يطيب. ها هو دابا غنخليوه يطيب. هذيك العطريه اللي درنا المريقه كلها نشوفوا اللحم ديالنا واش طار. دايما نبقاو نقلبوا فيه باش هو كيدخل فيه العطريه. باقي شويه شرا الزيت ما درناش بزاف، هو والسمن درنا غير داك شويه الزيت مع السمن. ها نتوما كتشوفوا حيت مع اللحم الغنمي راه كتعرفوا اللحم الغنمي تبارك الله وصلى على النبي كيكون فيه شويه ديال اليدان. ها هو بدا كيطيب، دابا كتشوف فيه كيطيب دغيا. بحال هكا كاينة كنقلبو فيه نقلبو فيه، ولا كان وكح ليكم ولا شي حاجة كتزيدو واحد الجغيمة ديال الماء صافي، وكتخليوه عاوتاني عاود يطيب صافي. ونخليوه حتى يطيب. أنا راه درت غير شوية ديال اللحم المحمر غير الجهد اللي غادي ناكلو اليوم. هاهو نخليوه يطيب ونرجعو عاوتاني ليكم. كنقلبو عاوتاني، ها هو بدا يطيب شتي. خشينا الان فاش كنخشيو الفرشيطه ها هو بدا كيتحمر. دابا بحال كيطيب غير داك الزويته ديالو باش كيجي مقلي ويجي محمر. قلنا محمر اذا محمر. اللي طايب نديرو لهاد الجهه على حسب البوطه فين الفرن ديالها باش ماشي يبقى الوسط يتحرق. نزيدو هذا شو كيبان لكم دا كيتحمر. كيبغي شويه ديال الخاطر شي، دابا بحال كيتقلى غير بداك الزيت ديالو. انا قطعته صغير باش زعما يدخل معاه الطياب، ما بغيتش نخلي الضلعه كلها صاينه. دار قرب يطيب دابا. نزيدو واحد شويه
ديك الساعه نوريكم التقديم الاخير. التقديم الاخير ديال الوصفه ديال المحمر بالطريقه كما قلت لكم، هذه طريقه فاسيه. داك النهار درت محمر، ولكن هذا بشكل مغاير. نتمنى تعجبكم الوصفه. شوفوا كي جا محمر، ما انا كنقولوا محمر الا محمر وطايب مقلي بداك الزيت اللي فيه، انتم كتشوفوا. محمر طايب دغيا، كل واحد على حسب. اما كلهم الحم طيب. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. هذا تيدار في العراس، كيدار في المناسبات وغير بعضياتنا. الواحد الدغميره ديالته واقفه، الدغميره واقفه. نتمنى انكم تجربوها. وشكرا لكم جميعا من قناة طبخ أم آدم، كتقول لكم عيدكم كيكون مبارك سعيد وبالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. وشكرا لكم جميعا.